عرض أزياء يمزج بين التراث والحداثة في تصميمات الأزياء النسائية التي شملت الملابس التراثية الجزائرية. أو تدور هذه الجزائر بلد الإبداع والثقافات باش نوصلوا الألبسة التقليدية، حاولنا نشملوا جميع الولايات الألبسة التقليدية وباش نبينوها إن شاء الله ثقافتنا وأصالتنا. تظاهرة تسعى إلى الحفاظ على الموروث الثقافي، أين تمثل كل قطعة تفاصيل ومعالم الإرث الثقافي الجزائري الأصيل. هذه العروض مليحة بزاف لأنه تروج اللباس التقليدي تاعنا، وهذا واجب علينا حتى نبينوا الثقافة تاعنا والتراث تاعنا باش الناس كامل تولي تعرفهم صغار وكبار وكل أنحاء العالم. كل لباس عنده أكسسوار تاعو، كل عنده لمسة، الشاوي الأمازيغي، الجبه الوهراني، التلمساني، القسنطيني، عندنا الألجيغ والبدرون والكراكو، كل لبسة عندها لمستها وعندها جمالها، ما نخلو حتى واحد يسرقها لنا. تأتي هذه التظاهرات للترويج لللباس التقليدي الجزائري الأصيل والحفاظ عليها.